نشرة إخبارية جديدة من قناة ليبيا الحدث في بنغازي، حياكم الله. قام رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الحاكم العسكري درنا بن جواد الفريق عبد الرزق النضوري بزيارة الكلية العسكرية توكرا، حيث كان في استقباله أو في استقباله الكلية العسكرية لواء مراجع الأعمامي. وجاءت زيارة الفريق النضوري للوقوف على آخر تطورات عمل اللجنة التحضيرية لإقامة حفل تخريج الدفعة 51 من الكلية العسكرية بالتزامن مع ذكرى انطلاق ثورة الكرامة للقضاء على الإرهاب في ليبيا. وصل إلى مدينة الكفرة أمر منطقة الكفرة العسكرية العميد بلقاسم لبعج المكلف لاستلام مهامه وبشكل رسمي أميرا لمنطقة الكفرة العسكرية، وذلك بعد صدور قرار بتكليفه من القيادة العامة للقوات المسلحة خلفا للواء المبروك الغزوي الذي تم تكليفه أمر وحاكم لمدينة سبها. وأكد العميد لبعج في بيان رسمي أصدره فور وصوله بحضور عدد من الضباط وضباط الصف بالمدينة بأنه استلم مهامه بشكل رسمي، موضحا بأن من أولويات المنطقة العسكرية الكفرة فتح الطرق والشوارع المغلقة وسط المدينة وتأمين الطريق الرابط بالكفرة جالو وتفعيل البوابات الواقعة على طول الطريق. بيان منطقة الكفرة العسكرية، نحن منتسبي منطقة الكفرة العسكرية من ضباط وضباط صف وجنود ومواطنين مدنيين داعمين للمؤسسة العسكرية للنهوض بالوطن، وبناء على قرار السيد القائد العام المشير خليفة بلقاسم حفتر والخاص بتكليفي آمرا لمنطقة الكفرة العسكرية وامتثالي للأوامر القيادة العامة بتنفيذ هذا التكليف، علي أعلن تواجدي بمنطقة الكفرة العسكرية وقيامي بالمهام المناطة وحماية لحدود الدولة الليبية، وأن يكون ذلك بعيدا عن أي أيديولوجيات أو خلفيات قبلية أو جهوية أو عرقية، وأدعو في ذلك كافة التركيبات الاجتماعية المتواجدة في الكفرة للتعاون الكامل لتغليب مصلحة الوطن فوق أي مصالح شخصية. يصادف اليوم الذكرى الثانية لتحرير منطقة تيكا غرب مدينة بنغازي من قبل القوات المسلحة بعد أن دامت فيها الجماعات الإرهابية لأكثر من سنتين. التقرير التالي يوضح لنا ملحمة معركة تيكا من قبل القوات المسلحة. تحرك يا عوامي تحرك، هيا الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. بهذه الكلمات تم اقتحام منطقة تيكا والسيطرة عليها. منذ سنتين كانت هذه المنطقة تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، وكانت توضع الخطط من قبل القوات المسلحة لاقتحامها وإعادة السيطرة عليها وإرجاعها إلى حضن الوطن بعد أن دامت معارك طاحنة فيها من قبل قوات الجيش الليبي التي كبدوا فيها العدو خسائر كبيرة وفادحة. هذه المعركة التي سجلت في تاريخ المعارك الليبية ضد الإرهاب بأنها من أشرس المعارك التي خاضتها القوات المسلحة. تيكا وطريق الفرجان والسكة الحديدية وقرية المسامير وقرية بوزكرة التي سيطرت عليها داعش وأعيدت بفضل الله أولا وبفضل سواعد الأبطال إلى حضن الوطن. عادت تيكا التي يصادف اليوم ذكرى تحريرها منذ سنتين مضت. محور غرب بنغازي الذي كانت مساحته شاسعة وواسعة بسنتين من القتال من مقاتلين عقدوا العزم على تحرير كل شبر من الوطن، فمنهم من رحل من الشهداء ومنهم من عاد ليكمل مسيرة البناء. الله أكبر. محمد العزومي لقناة ليبيا الحدث بنغازي. أصدر مجلس ومشايخ وحكماء بنغازي بيانا استنكروا فيه ما ورد عبر الوسائل الإعلامية الإخوانية الإرهابية التي تمول من تركيا وقطر من نشر أخبار كاذبة ومضللة عن صحة المشير خليفة حفتر، مطمئنين في بيانهم الشعب الليبي بأن المشير بصحة جيدة وأنه سيعود لأرض الوطن بعد استكمال مهامه خارج البلاد ليواصل المشوار الذي انطلقت منه ثورة الكرامة لمكافحة الإرهاب وحماية الوطن لينعم المواطن بالأمن والاستقرار. يستنكر مجلس المشايخ والحكماء بنغازي وبشدة ما ورد عبر الوسائل الإعلامية ومنها قناة النبأ وليبيا الأحرار والتناصح الإخوانية التابعة والمسيرة من تركيا وقطر العميلة والفيسبوك
من نشر أخبار كاذبة ومضللة عن 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 صحة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر. الله أكبر. فأنا نطمن الشعب الليبي بأن القائد العام للكرامة والجيش الليبي المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر بصحة جيدة، وبهذا بفضل الله علينا جميعا، وأنه سيعود إلى أرض الوطن بعد استكمال مهامه خارج الوطن، وسيواصل المشوار والهدف التي انطلقت منه الكرامة، الكرامة والعزة. وفي ذات السياق، استنكر أعيان وحكماء وشباب مدينة بنغازي الإشاعات المغرضة من بعض القنوات ضد المؤسسة العسكرية، مطالبين في بيانهم المواطنين بعدم الانجرار وراء الإشاعات المغرضة، مؤكدين على وحدة الصف ودعمهم للمؤسسة العسكرية إلى ما لا نهاية. بيان شباب وحكماء مدينة بنغازي بشأن الإشاعات والأكاذيب التي تهدف إلى شق الصف وتشويه المؤسسة العسكرية والمؤسسات الشرطية والأمنية. نحن شباب مدينة بنغازي وحكماء نستنكر وندير الحملة الشعواء ضد المؤسسة العسكرية وقياداتها الحكيمة والمؤسسات الشرطية والأمنية، والمحاولات البائسة لشق الصف التي تبثها قنوات الإرهاب والفساد التابعة لقيادة الإسلام السياسي. ونطالب الشعب الليبي العظيم بكل مكوناته وشرائحه بأن لا ينجر وراء الإشاعات الكاذبة التي لا تهدف إلا إلى الفتنة وشق الصف ودمار ليبيا. ونؤكد على ثباتنا على المبدأ الداعم والمساند لقواتنا المسلحة العربية الليبية وقيادتها العظيمة في محاربة الإرهاب واستكمال بناء المؤسسة العسكرية لحماية حدود الوطن وحياة المواطن. نفى رئيس الهيئة الوطنية لمشائخ وأعيان ليبيا وأحد أعيان قبيلة العبيد مفتاح بوحسن العبيدي ما ورد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك حول لقائه برئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية فايز السراج. أكد العبيدي على أن صفحته الشخصية تعرضت لاختراق، موضحا أن كل ما ورد فيها هو محض كذب وافتراء هدفه شق الصف وزرع الفتنة من قبل جماعة الإخوان المسلمين. حربت من قبل بعض الشخصيات في كل المناطق، أما أنا لا نخون الجيش ولا نخون أرواح الشهداء ولا نخون الجرحى ولا نخون المبتورين. أنا لست بحاجة إلى السراج في أي مكان. في بداية وصولهم من المغرب من الصخيرات استدعيت إليهم في تونس بداية بمقابلتي وإعلان الهيئة، لأن الهيئة محتمدة من مجلس النواب، إعلان الهيئة من ضمن الوزارات والهيئات. قابلت حكيت معها لمدة 20 دقيقة وليس بمصالح شخصية، ثم لم نلتقي به ولم نتصل به إلى الآن. خرج في موقع الفيسبوك في موقعي المخترق ومسروق أصلا، خرج أني أنا قابلت، وإنه قال علمت من الحكومة الفرنسية أن حالة المشير تتدهور. تعرضوا زبناء صراحة لا يعلم بها السراج ولا يعلم بها شخص آخر، إنما نحن لا نعيد الجيش بقيادة المشير خليفة بن قاسم حفتر، ونحن من قبيلة مجاهدة اسمها قبيلة العبيد لم تنصاع حتى للحكم الإيطالي. هي المجاهدة من ضمن القبائل المجاهدة، وهي من أول من شكل منها دور قبيلة العبيد في الجهاد مع عمر مختار. أنا لست بحاجة إلى تبرير نفسي، أنا موثوق فيا، أنا من ضمن الداعمين للكرامة أو ثورة الكرامة حسب ما تسمى. أما بالنسبة لداعمينها بالأجهزة وداعمينها بالمال وداعمينها بالرجال، وإحنا يعني هذا ناس مبعورة، ناس تسوي شك في صف المشايخ بعد السياسيين. تواصل القنوات التابعة للتنظيمات الإرهابية بث سمومها وشائعاتها في محاولة لشق الصف ونشر الفتن والفوضى في الشارع الليبي. التفاصيل في سياق التقرير التالي. الرصاصة قد تصيب شخصا واحدا، لكن الإشاعة قد تصيب شعبا. هذا ما لجأت إليه جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدعمهم، مواصلة لسلسلة الأساليب القذرة المعهودة بعد أن خسروا الحرب في المحاور وخسروا الحوار.
كما لم تنجو المقدسات من إرهابهم ففجروا المساجد، فلم يزيد ذلك المواطنين إلا إيمانا والتفافا حول قيادتهم، ثم لجأوا إلى تفجير البوابات والتمركزات الأمنية، فكان ذلك أكبر العوامل في كسب القيادة لثقة المواطنين. لقد لجأوا للكذب ليزرعوا الفتنة ويشقوا الصف ببث الشائعات المغرضة، ولكن هيهات. الحرب النفسية والشائعات أصبحت صناعة أناس انعدمت فيهم المروة والأمانة والضمير، وباعوا الوطن بأبخس الأثمان، مستفيدين من الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي. لكن مثل هذه الافتراءات والشائعات لا تنطلي على شعبا وجيشا التف حول قائده منذ فجر ثورة الكرامة. كيف له أن ينكس العهد وقد استشعر بالأمن والأمان والطمأنينة بفضل التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة والقوات المساندة والأجهزة الأمنية؟ وستظل القوات المسلحة، ستظل نارا على من اعتدى ونورا لمن اهتدى. ليس مصادفة أن تتزامن هذه الافتراءات والقوات المسلحة والقوات المساندة والأجهزة الأمنية تتأهب لتحرير درنة، إنما هو أمر مدروس دبر بليل، حيث انكشف أمر الإسلام السياسي للجميع وسقطت ورقة التوت، والوطن بأثره ينتظر الاستحقاق السياسي المتمثل في الانتخابات، واستيقن الإخوان أنهم خاسرون، وأيقنوا أن الشعب قد وعى الدرس جيدا واستفاد من التجربة. ولما رأوا أن تحرير درنا بات قاب قوسين أو أدنى، وأن توحيد الجيش بات وشيكا، وأن دولة القانون والمؤسسات قادمة وقائمة بحماية القوات المسلحة، أرادوا أن يعرقلوا المسيرة بالخطف والإخفاء وبالتفجيرات. ولكن نقول لهم أن المواطن أكثر وعيا وأكبر من أن ينساق وأن يستجيب للأبواغ المعادية والشائعات، ولا نامت أعين الجبناء. عقد مجلس النواب الثلاثاء جلسته الاعتيادية، وبحث خلالها بند مشروع ميزانية الدولة لعام 2018 المقدمة من قبل الحكومة المؤقتة، علقت الجلسة إلى الأسبوع القادم. وكان مجلس النواب قد شهد أمس الاثنين في جلسته أداء اليمين القانوني لوزير التعليم ووزير الداخلية ووزير العدل بالحكومة المؤقتة، ومناقشة شغل منصب رئيس ديوان المحاسبة وتبادل الآراء إزاء شغل هذا المنصب. مجلس النواب اليوم جلسته الرسمية بمقره بمدينة طبرق برئاسة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب. اليوم تم الشروع في بند مشروع الميزانية العامة للدولة الليبية لسنة 2018 والمقدم من الحكومة الليبية المؤقتة بعد إحالته من قبل لجنة المالية التي قامت بمراجعة هذا المشروع وإبداء الملاحظات الفنية حول مشروع الميزانية. و اليوم بدأ التداول والبحث في بنود الميزانية العامة للدولة الليبية، لم يستكمل العمل على هذا البند وعلقت الجلسة إلى الأسبوع القادم. من جانبه أوضح رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العكوري حول اجتماع اللجنة أمس الاثنين إنهم تطرقوا إلى الوضع الراهن في ليبيا كما تطرقوا إلى الشكل العام، وقررت اللجنة التواصل مع جميع الأطراف السياسية لحل الأشكال السياسي بالتواصل مع المنظمات والمؤسسات المعنية بذلك. طبعا اللجنة السادة أعضاء تطرقوا إلى الشأن العام، وقررت اللجنة التواصل مع جميع الأطراف السياسية من أجل حل الإشكال السياسي القائم في ليبيا، وبذلك بالتواصل مع المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بذلك. وأضاف العقوري أنهم قرروا إعادة رئيس مكتب بنغازي في وزارة الخارجية فرج الحاسي إلى سابق عمله بعد أن قدم تظلم وأرسل وزارة الخارجية وراسل وزارة الخارجية. وكذلك هناك السيد فرج الحاسي عبد الحميد الحاسي رئيس مكتب بنغازي ومكتب وزارة الخارجية مقدم الاجتماع اللي فات كان عنده تظلم، بناء عليه رسلنا وزارة الخارجية، لكن للأسف وزارة الخارجية لم ترد على رسالتنا فلذلك طرح الموضوع على لجنة الخارجية وأخذت رأي برجوع السيد فرج لمنصبه.
وحول الاتفاق السياسي قال رئيس لجنة الخارجية أنهم أكدوا على وحدة الوطن وقطع الطريق على من يسعى لتمزيقها والمساس بأمن ليبيا. كما تم اتخاذ قرار بأن أي برلماني يفاد بعمل سياسي يجب أن يقدم تقرير بالزيارة، حيث أن الزيارات السياسية الخاصة تخص لجنة الخارجية. محضر اجتماع بتاريخ 29/8، وذلك فيما يتعلق بتوحيد الخطاب السياسي من أجل الحفاظ على وحدة الوطن وقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه بتمزيق الوطن أو المساس أو العبث بأمن ليبيا، ومن أجل الحفاظ على هيبة وسيادة الدولة الليبية. وفي شأن آخر، ثمن ما يسمى برئيس مجلس الدولة خالد المشري عضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين دور تركيا في دعمها ومساندتها للمجلس التي وصفها بالإيجابية خلال الفترة الماضية. وبحسب المكتب الإعلامي، جاء ذلك خلال لقاء المشري مع السفير التركي لدى ليبيا أحمد دوغان بمقر المجلس في طرابلس لبحث الأزمة السياسية في ليبيا، كاشفا على بدء المجلس بالتواصل مع بعض أعضاء البرلمان أنه سيكون هناك لقاء يجمعه مع رئيس مجلس النواب بعد حوالي أسبوع. ناقش الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة مع سفراء النيجر لدى الاتحاد الأفريقي ولدى ليبيا زكريا آدم مياغا والحسين ملول القضايا المتعلقة بالهجرة غير المنتظمة وعودة المهاجرين وتأمين الحدود بين البلدين. وبحسب الصفحة الرسمية للبعثة الأممية في ليبيا، فإن الأطراف المجتمعة ناقشت الجهود الدولية والمحلية في تحقيق المصالحة في ليبيا لتحقيق الأمن والاستقرار داخلها. وفي ذات السياق، التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة أيضا بمفوض الشؤون الاجتماعية في الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا أمير الفاضل، وبحث سلامة خلال لقائه بفاضل آخر التطورات السياسية في ليبيا والتعاون بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في معالجة ملف الهجرة غير النظامية في ليبيا والقارة الأفريقية بالكامل. أقرت لجنة الاتحاد الأفريقي عالية المستوى حول ليبيا بالتقدم المحرز في العملية السياسية في ليبيا في الأشهر الأخيرة، ورحبت بالتطورات الإيجابية في البلاد، وذلك في ختام اجتماعها في ليبيا أو على ليبيا. وثمن المشاركون اليوم حول في اجتماع اللجنة دور الأمم المتحدة في ليبيا وبعمل الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والبعثة الأممية في طرابلس. كما أثنى المشاركون على التقدم المحرز في عملية التسجيل للانتخابات ورحبوا بالمشاركة النشطة في جميع أنحاء ليبيا. وفي شأن آخر، انطلقت في منتزه تيريبوا بأوباري مشاورات الملتقى الوطني الليبي ضمن سلسلة الاجتماعات التي انعقدت في أغلب المدن الليبية لمناقشة أولويات الحكومة المتمثلة في تحقيق الأمن والاستقرار داخل البلاد، بالإضافة لسبل الدفع بالمصالحة الوطنية إلى حيز التنفيذ. وبحسب الموقع الرسمي للملتقى، فإن نتائج هذه المشاورات سيتم تجميعها وتضمينها في ورقة نهائية ستشكل نتيجة رئيسية للملتقى الوطني في كامل المدن الليبية. ناقش رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشنف ووزير التعليم الدكتور فوزي الزوي الترتيبات النهائية لعمليات التسليم والاستلام بين الوزراء الجدد والمكلفين السابقين بتسيير هذه الوزارات. جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء بمكتب ديوان مجلس الوزراء في منطقة غرنادا كلا من وزير الداخلية والتعليم الجدد عقب يوم من أدائهم ووزير العدل اليمين القانوني أمام مجلس النواب. اتفقت وزارة المالية بالحكومة المؤقتة مع ديوان المالية في طرابلس حول تمكين منظومة الرقم الوطني على مستوى ليبيا ضمن عملية صرف المرتبات المتوقفة منذ فترة، وذلك حسب ما صرح به وزير المالية والتخطيط في الحكومة المؤقتة كامل الحاسي، والذي التقى بمراقبي الخدمات المالية لبلديات بنغازي وجدبية ومساعد لمناقشة عديد الملفات التي تعمل عليها وزارة المالية بالحكومة المؤقتة.
كما يعلم الجميع أن من شهر يناير 2015 وحتى شهر ديسمبر 2017 أي خلال 3 سنوات أو بمعنى صح 36 شهر كانت الحكومة المؤقتة تصرف في مرتبات العاملين بجهاز الإداري الدولي التابع لها عن طريق الاقتراض. سعينا حثيثا للحصول على هذه المرتبات أن تكون من إيراد النفط اللي هو الممول الرئيسي لتمويل الميزانية العامة للدولة. استمعنا لكل المشاكل ووضعنا حلول لها، وإن شاء الله في القريب العاجل جدا وبإذن الله حيتم صرف 4 أشهر مكتملة سواء لدفعتين شهر 1 و2 أو 4 أشهر مع بعضا قبل قدوم شهر رمضان المبارك إن شاء الله. كما نؤكد للرأي العام ولكافة اللبيين تفنيدنا لتوحيد وزارة المالية ما بين البيضة وما بين طرابلس، هذا كلام عاري عن الصحة. ما تم الاتفاق عليه هو تفعيل منظومة الرقم الوطني أن تكون على مستوى ليبيا منعا لازدواجية الإنفاق وتحديدا في يخص المرتبات. نطمئن الجميع أن الحكومة المؤقتة بشكل عام ووزارة المالية والتخطيط بشكل خاص تتعهد بسداد كافة المرتبات لكافة العاملين بالجهاز الإداري الدولة والممول من الخزانة العامة. فيما أكد مراقب الخدمات المالية لوزارة التعليم بنغازي فايز عبد الرحيم بحث ملف البوابة الإلكترونية مع الوزير وعدد من التحديات التي تواجه القطاع بالبلدية. وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه تنفيذ مرتبات العاملين عن شهر يناير وفبراير سنة 2018 ومعالجة وإيجاد حلول عملية لحل المشاكل المرتبطة بصرف مرتبات العاملين. وتم التأكيد من قبل سيادة الوزير ووكيل وزارة المالية على التقيد بصرف مرتبات العاملين بدول ليبيا من موجب منظومة الرقم الوطني وتصنيف المصنفة بموجبها البيانات إلى بيانات جيدة وغير جيدة، وأي مشاكل موجودة في البيانات الغير جيدة يتم إرسالها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويتم معالجتها وتضمينها في بيانات جيدة. من جهته أثنى مراقب الخدمات المالية جدابي عبد الواحد الدويب على الاجتماع مؤكدا أهمية الرجوع إلى الرقم الوطني في التعاملات المالية. اجتمع هذا اليوم كان بالسيد معالي وزير المالية والتخطيط الأستاذ كامل حاسي وبحضور الأستاذ دكتور مراجع غيث وكيل وزارة المالية والتخطيط والسادة مدراء الإدارات ومراقبي الخدمات المالية ومدراء المكاتب. تناول هذا الاجتماع العديد من المواضيع من أهمها الإجراءات المتخذة بشأن صرف مرتبات شهر يناير وفبراير السنة المالية 2018، حيث أوضح السيد معالي وزير المالية أن يجب التقييد بمنظومة يجب تطبيق الإجراءات المتخذة حيال صرف المرتبات وفقا للمخرجات التي أحيلت من مركز تتبع المعلومات، ونبه على ضرورة التأكيد على صرف المرتبات بشكل سريع. الاجتماع تناول العديد من المشاكل الفنية التي ظهرت من خلال تطبيق هذا البرنامج، وتعهد السيد معالي وزير المالية لحل هذه المشاكل بالتنسيق مع الإدارات المختصة بوزارة المالية. أصدر وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منير عصر قرارا يقضي بالسماح بتصدير الثمور طيلة شهر رمضان المبارك المقبل. وجاء قرار الوزير عقب لقائه بعمداء بلديات ومشائخ الواحات بمدن جالو وأوجلا وشخرة وأعضاء الجمعيات الزراعية بالواحات. يشار إلى أن وزير الاقتصاد قد أصدر في وقت سابق قرار يقضي بحظر تصدير التمور طيلة شهر رمضان المبارك الذي لقي استنكارا واسعا من قبل المزارعين ومنتجي التمور. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. البحث الجنائي توكرا يضبط عصابة تزوير العملة الأجنبية. معقولة لو مصراته هي بس
ما تحبش تورغة، معقولة تو تغلب ليبيا كلها؟ بالنسبة لمصراتها ما نحاسبهاش على اللي مات، نحاسبهم على تشريدنا 7 سنوات، وعلى أملاكنا في تورغة، وعلى حشاننا كي هدموهن، وعلى سعينا وبقرنا ومعيزنا وتروتنا كي نهباها. هم اللي ماتوا اللي في الجبهة الله يرحمهم، صح ولا؟ لكن اللي في الشجن اللي طبخوه في الطنجرة، نعم، واللي كروه من بين وليد لعند مصراته، واللي ذبحوه في تورغة وحطوه في طراق مصراته، واللي طلعوه من الحبس مدفون، نعم، احنا تورغة شنو؟ ليبيين والله منين؟ كان ليبيين ناخذوا حقنا كيف الليبيين. الفريق الناظوري يتابع الاستعدادات لإقامة حفل تخريج الدفعة 51 من الكلية العسكرية توكرا. العبيدي ينفي لقاءه بالسراج ويؤكد اختراق صفحته على موقع الفيسبوك. المشري يثمن دور تركيا في دعم ومساندة ما يعرف بمجلس الدولة. أهلا بكم من جديد. تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي توكرا من القبض على عصابة تزوير العملات الأجنبية وضبط مبلغ 1.5 مليون ما بين عملتي دولار واليورو. التفاصيل في سياق التقرير التالي. صناعة المال لم تعد حكرا على القوى العظمى، فها هو قد صنع في مدينة صغيرة ولكن بشكل غير قانوني. معلومات بسيطة، هكذا بدأ الأمر قبل أن يتأكد قسم البحث الجنائي توكرا من صحة هذه المعلومات التي أفادت بأن هنالك شخصاً من أبراك الشاطئ يتواجد بمنطقة بيرسيس يمتلك كمية كبيرة من العملات الأجنبية المزيفة. وردت معلومات لوحدة التحريات بالقسم عن وجود شخص من منطقة أبراك الشاطئ يتواجد بمنطقة بيرسيس يحوز عملات أجنبية مزورة دولار ويورو وأوراق خام جاهزة للتزييف. طبعا هذه العينة من العملات المزيفة يورو دولار. نصب الكمين وقبض على مالك المال ليكتشفوا ما هو أغرب، فقد وجدوا بحوزته مواد كيميائية ومواد خام لصنع المال ليعرفوا بأنه هو المزور بعينه. التحقيقات أظهرت أيضا أن هنالك شركاء آخرون في البيضة وبنغازي، وعقب استدراجهم عثر بحوزتهم على نقود مزورة وآلة لصنع المال. تم إعداد كمين وضبطه بدخل اختصاص قسم البحث الجنائي. تم ضبط بحوزته هذه العملات المزيفة والمواد الخام الموجودة أمامكم وبعض المواد الكيميائية التي أفاد استدلالا أنها تستخدم في عملية التزييف. اطلع من خلال الاستدلال بأن لديه شركاء من مدينة، شخص من مدينة بنغازي وشخص من مدينة البيضاء، ضبط بحوزته آلة أفاد بأنها تستخدم في عملية تزييف العملة وبعض المواد الكيميائية. رئيس قسم البحث الجنائي توكرا المقدم محمد الحمدي أوضح أن القيمة التي تم ضبطها تقدر بحوالي 1.5 مليون ما بين دولار ويورو كانت ستباع في البلاد. ضبط الجناه بفضل من الله ثم جهود رجال مخلصين ليتفادى المواطن والوطن شر أفعال المجرمين، ولينعم المواطن في ظل وجود الشرطة والجيش بأمن واستقرار. لقناة ليبيا الحدث، مجدي عطية. وإلى أجدابية، حيث قبض جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع أجدابية على 60 مهاجر غير قانوني حاولوا التسلل داخل المدينة من بوابتها الشرقية. وأوضح مراسل قناة ليبيا الحدث في أجدابية أن المهاجرين تم القبض عليهم أثناء قيام القوات المسلحة بدورياتها الصحراوية لتأمين المنطقة الجنوبية والحد من تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى البلاد.
مسكونة في دخول مرادة. دخول مرادة؟ كم معك نفر؟ 22 نفر. 22 نفر؟ كل كم جيتوا سالمينه؟ لا سالمين الحمد لله. مش حد فيه كم لا 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 الحمد لله. جابوا كم الجيش؟ جابونا الديجا. شنو المعاملة كويسة؟ لا كويس الحمد لله. كم شقوان كم ماتوا؟ لا 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 ولا أحد ولا أحد ما مات. ولا سواق مسكوه حتى هو؟ والله السواقين كلها كان أول مسكوهم لكن مش عارف توين قاعدين الله أعلم. طبعا قمنا خلال اليومين الماضيين بحملة تمكننا من القبض على أكثر من 60 مهاجر غير شرعي، وكما لا أنسى أن الأجهزة الأمنية متعاونة معنا بشكل كبير من مديرية الأمن والجيش وغيرها، وكذلك قمنا بالتواصل مع البوابات الغربية والشرقية والتواصل مع الشرطة العسكرية والأجهزة بالكامل، وفيما يخص الهجرة ونستقبل منهم، برغم أن الإمكانيات المتاحة تكاد تكون معدومة وقليلة يعني، فنحن نعاني من قصة الـ زي ما تقول الإعاشة والأسرة والأغطية وما شابه ذلك، مواد غير غذائية ومواد غذائية، فنأمل الدعم من جهات الاختصاص. طالب عميد بلدية سبها حامد الخيالي جميع المصارف برفع سقف السحب إلى 1000 دينار لكل حساب مصرفي نظرا لانقطاع السيولة النقدية منذ أكثر من 3 أشهر. وأكد الخيالي في تصريحة صحفية على وصول السيولة النقدية إلى مطار المدينة بقيمة مالية تقدر بحوالي 75 مليون دينار ليبي، مشيرا إلى أن مصرف ليبيا المركزي هو من حدد قيمة السقف الحالي مرجعا ذلك لوجوده في العاصمة طرابلس. وأضاف عميد بلدية سبها وصول دفعتين من مادة الوقود إلى مدينة سبها ومدن الجنوب الليبي بكمية تقدر بأكثر من 7 مليون لتر من منتج الديزل وعدد 3 شاحنات من غاز المسال لمستودع سبها النفطي قادمة من مستودع مدينة مصراتة. أعلنت بلدية بنغازي عن بدء صيانة وتوريد 3 محطات كهرباء وذلك تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الألمائي، وذلك وفق مساعي بلدية بنغازي لإعادة الاستقرار بالمناطق المتضررة بالمدينة. وذكر قسم الإعلام ببلدية بنغازي أن محطات الكهرباء 3 وزعت على النحو التالي: محطة بحي لبنان وأخرى بالقرب من مسجد الزروق في منطقة جاريونس، والمحطة الثالثة ستكون بجوار خزان مياه منطقة جنفودة. تعهد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة فخري المسماري بتقديم كافة الدعم بشكل عاجل لمحطة كهرباء شمال بنغازي لما تتطلبه هذه المرحلة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الفاخري مع مدير محطة كهرباء شمال بنغازي ومساعد مدير المحطة بمقر الهيئة العامة أو في مدينة البيضاء لبحث سير العمل بالمحطة وسبل تذليل الصعوبات التي تواجهها. وأوضح الناطق باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة أن الاجتماع ناقش أيضا سير عمل المحطة كونها المغذي الرئيسي للكهرباء في المنطقة الشرقية والوقوف على كل الاحتياجات اللازمة والرئيسية التي تتطلبها المحطة. قام العاملون بدائرة صيانة الجهد المتوسط بالشركة العامة للكهرباء بسرت بإجراء اختبارات إجرائية بمحطة المجمع 30 ميجاوات من أجل تحسين أداء الشبكة الكهربائية بالمدينة خلال فصل الصيف لتفادي وقوع عجز في الشبكة خلال شهر رمضان المبارك. طبعا موظفي الشركة العامة للكهرباء دائرة صيانة الجهد المتوسط سرت جينا لمحطة المجمع جهد 30-11 كيلو فولت، عندنا شوية مشاكل في الرصبار، جايين نديروا في اختبارات شبه روتينية يعني، كلها عشان نحسنوا من أداء الشبكة. طبعا بإذن الله كل يوم في تطور في تحسن في الكهرباء في سرعة، ونطمن جميع المواطنين أن شبكة الكهرباء خير ما يرام، ورجال الكهرباء موجودين ومتواجدين في أي وقت في أي ظرف، وما يمنعناش أي مشكلة أن نطلب في أي وقت.
وصلت إلى ميناء بنغازي سفينة سي باتروس التابعة لشركة نسيم البحار للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 1466 سيارة وشاحنة مستعملة. وأوضح المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشيبي أنها وصلت أيضا السفينة شيلا التابعة لوكالة الاسترلاب للتوكيلات الملاحية محملة ب 56 حاوية بضائع، وأيضا السفينة ميتكن سنوب والتابعة لشركة فروة للتوكيلات الملاحية لشحن عدد 145 حاوية فارغة. نقل موقع قناة نسمة التونسية على لسان كاتب عام نقابة الأمن الجمهورية التونسي محمد الرزقي أنه تم الكشف عن نفق يتجاوز طوله 70 كيلومترا يمر من تونس إلى ليبيا، وذلك من طرف أعوان الحرس الوطني التونسي. وأضاف الزرقي في جلسة استماع بلجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر بالبرلمان أنه تم تحضير هذا النفق لدخول الدواعش، كما أكد أن 72 داعية دخلوا تونس من بينهم دعاء صادر في شأنهم قرار منع الدخول للبلاد، وقاموا بإلقاء محاضرة في جامعة تونسية. وإلى سيناء حيث قتل 13 مسلحا من العناصر التكفيرية الاثنين خلال اشتباكات بين القوات الجيش المصري وهذه العناصر في محافظة شمال سيناء وفق ما ذكر مصدر أمني مصري. يأتي هذا التطور بعد يومين من مقتل 14 مسلحا من العناصر الإرهابية خلال إحباط هجوم كبير على معسكر الجيش المصري في وسط شبه جزيرة سيناء، واستشهد خلال إحباط الهجوم 8 من جنود الجيش المصري. وأطلق الجيش المصري منذ 9 من فبراير الماضي عملية عسكرية واسعة في شبه الجزيرة لمواجهة الإرهاب، أطلق عليها اسم سيناء 2018. اتهمت الحكومة الأمريكية روسيا منع المفتشين الدوليين من الوصول إلى موقع هجوم في سوريا يشتبه بأنه كان معدا لتصنيع الغاز السام. وقالت إن الروس أو السوريين ربما عبثوا بلاد الله على الأرض. من جهتها نفت موسكو على الفور الاتهامات ضدها ملقية باللوم على أمريكا بشأن الضربات الصاروخية التي قادتها مع فرنسا وبريطانيا على سوريا في مطلع الأسبوع ردا على الهجوم المزعوم. وتشهد العلاقات بين روسيا والدول الغربية توترا عقب مزاعم باتهام نظام الأسد في سوريا بتنفيذ هجمات كيميائية ضد مدنيين بدعم من روسيا. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ليابكوف أمس الاثنين أن بلاده لن تؤخر تمرير تشريع جديد ردا على عقوبات أمريكية جديدة فرضت على موسكو. وقال نواب بارزون في مجلس النواب الروسي الدوما أنهم يبحثون تشريعا يمنح الكرملين سلطة حظر أو تقييد قائمة من الواردات الأمريكية. وقال ريابكوف أن موسكو تناقش ما وصفه بإساءة واشنطن استغلال وضع الدولار بصفته عملة الاحتياط العالمية. يشار إلى أن الولايات المتحدة قد أعلنت على لسان سفيرها في مجلس الأمن أنه سيتم فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا لدعمها النظام السوري وتمكينه من استخدام الأسلحة الكيميائية. بمرور السنوات والأعوام قد تتعرض المباني والمساجد العتيقة للتشقق والانتثار، ولكن في بلدية تسوى وادي عتبة قام مجموعة من الشباب بحملة ترميم أحد المساجد العتيقة بالبلدية. لنتابع التقرير التالي. تشققات وتصدعات ألقت بها ظلال الزمن على جدران مباني ومساجد وادي عتبة والتي مر على بعضها مئات الأعوام، والتي صار البعض منها يندثر بسبب عوامل الطبيعة ومن ضمنها مسجد شحلية، والذي تأسس في عام 1933 وتم إعادة بنائه في عام 1942، وتطور في عملية البناء حتى أصبح معلما إسلامي ديني يؤدي رسالته الدينية إلى يومنا هذا.
أحد المساجد العريقة المتواجدة طبعا داخل نطاق بلدية وادي عتبة، وبالتحديد طبعا في منطقة تساوى في الجهة الجنوبية. هذا المسجد له أكثر من 80 عاما، وهو لا يزال إلى حد الآن يقوم طبعا بتأديته لرسالته السماوية، لرسالته الدينية. أياد تعمل ما بوسعها لترمم مسجد شحلية للحفاظ عليه من التشققات والتصدعات التي لحقت به، فهذا ما قامت به الحملة التي أقامها شباب متطوعين من منطقة تساوى وادي عتبة، والذين قاموا بتوفير ما يحتاجه المسجد من مواد ليتمكنوا من ترميم جدرانه وملحقاته بأنفسهم. حقيقة الآن نحن طبعا كشباب قمنا بحملة تطوعية لإعادة ترميم هذا المسجد. مع مر الزمن طبعا تم تهديم الصحن الأول، الآن إن شاء الله راح نعودوا طبعا كما كان. يعملون بجد بلا ملل أو كلل لإعادة ترميم وإظهار الموروث الثقافي الديني المتمثل في هذه المساجد العتيقة، للحفاظ على معالمها التي تروي الكثير عن أناس تعلموا وعلموا كتاب الله بداخلها في الماضي. منصف المنصوري لقناة ليبيا الحدث. تعتبر البيوت الكهفية أحدى مكونات الماضي والحضارة والتي لجأ إليها المواطنون في مدينة غريان للسكن فيها قديما. التفاصيل في سياق التقرير التالي. تتميز مدينة غريان الواقعة على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب العاصمة طرابلس بأنها منطقة جبلية، وتمتد جذورها في التاريخ وخاصة بيوتها التي أنشأها الليبيون تحت الأرض منذ حوالي 1000 عام. البيوت هي عمارة محلية لسكان منطقة غريان، إذ لجأ المعماري الليبي القديم لحفر البيوت تحت الأرض بسبب المناخ القاسي بالمنطقة، حيث الطقس بارد جدا في الشتاء حار جدا في الصيف، وبذلك وفرت الحماية والعزل الحراري للبيت على مدار العام، فيما بلغ عدد تلك الكهوف أو البيوت 4000، لكن معظمها دمر نتيجة للتغيرات المناخية أو الإهمال أو النزوح ساكنيها داخل ليبيا. ولا زالت مدينة غريان الليبية تحتفظ بتلك البيوت الأثرية التي أصبحت وجهة للسائحين ومصدرا هاما لعلماء الآثار والباحثي التاريخ، ويرجع تاريخ بعضها لنحو 400 سنة مضت منذ القرن 17. دانيا جمال، ليبيا الحدث. بهذه البيوت الكافية وصلنا إلى ختام النشرة، ولم يبقى إلا التذكير بالعناوين. الفريق النظوري يتابع الاستعدادات لإقامة حفل تخريج الدفعة 51 من الكلية العسكرية توكرا. العبيدي ينفي لقائه بالسراج ويؤكد اختراق صفحته على موقع الفيسبوك. المشري يثمن دور تركيا في دعم ومساندة ما يعرف بمجلس الدولة في طرابلس. مزيدا من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب وتليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة، كما يمكنكم أيضا متابعة البث المباشر على موقع القناة الرسمي والوحيد ليبيا الحدث .tv. كما تحذر قناة ليبيا الحدث من صفحات تحمل اسم القناة على موقع الفيسبوك وهي صفحات مزورة، لذلك يجب الحذر منها وعدم تصديقها. نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء. الحدث ليبيا لحظة بلحظة.
وقف الأولمبي سلسلة انتصارات فريق الاتحاد بعد تعادله معه بهدف لمثله على ملعب الزاوية الاثنين لحساب الجولة السادسة من المجموعة الثالثة. الأولمبي سجل هدف التقدم منتصف الشوط الأول بفضل هشام سحيلة، وفي آخر دقيقة من ذات الشوط عدل لفريق العاصمة زكريا اللافي بتسديدة قوية. بحضور رئيسها الشرفي كرمت منظمة قدامى حكام كرة القدم في بنغازي رعيلها الأول والثاني في الاحتفالية التي جرت بداية الأسبوع في قاعة شركة الخليج للنفط. وتم أيضا خلال الاحتفال الذي جرى بمناسبة مرور عام كامل على تأسيس المنظمة تكريم اللجان الإدارية من الاتحادات السابقة. في دوري أبطال آسيا فقد الهلال السعودي نتيجة مباراته أمام الاستقلال الإيراني بهدف يتيم في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الكويت الاثنين في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات. جابفور أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 من زمن المباراة بعد أن استغل خطأ ارتكبه المدافع أثناء محاولة